اوكي، مرحبا، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. انا اجتني من احد الطلاب بالامارات، عم بدرس هاسكل، جاتني شوية تمارين، بس انا علي طوال لانه انا بعمل زي ريفرش تقريبا، وبعدين عم خفف من البرمجة، قلت لكم عشان عيوني ما يتعبوني، حتى معظم الوقت بحس حالي كنت عم نام شوي عشان ما ضلني شد، بس عم نحل المسائل وعلى مهلنا. صراحة شباب، ما حدا يبعث لي مشان احل الامتحانات، اوكي؟ ما حدا يسألني، حتى بدي ادفع المصاري، ما تبع انا، حتى يمكن بكون بمشي معك بالاول بعدين خلص ببطل. ف على اساس انه بكون واحد محتاج المال وهيك وبعدين ببطل، فلا رجاء بلاها حطوا براسك تحل المسائل هاي مثل ما احنا عم نحلها، اوكي؟ طيب هلا نحن الفكرة هون، هاي المسائل اخذوا مني وقت كتير لحليتهم، اوكي؟ يعني من امبارح وانا بشتغل عليهم، اوكي؟ فما تفكروهم سهلين يعني من حيث التعبير فيهم. حدا قال لي بدها تدرج، ما تدرج، حتى لو بدها تدرج الشغله بهاسكل مش بلحظات. انا بقول لكم شغله طويله كتير وما عم خوف الشباب، حطوا براسك، حطوا براسك لتحلها وبتنحل معك. هلا في مسائل انا ما فهمت كيف طريقه التعبير عنه، ما عرفت، اوكي، على برايم نمبرز، بس هذا بنشوفه، بس انا ما فهمت. اللي بيعرف يحلها يحلها، مش مشكله، اوكي. انا بس الفكره حليتهم كلهم ما عدا هاي، اوكي، ما عدا هي يعني، بس لو فهمان كيف يعني، في شيء كان مش مقتنع فيه، اوكي، رياضيا ما كنت مقتنع فيه، بيحكوا عن سترونج برايمز وما ما اقتنعت فيها كثير هاي. على الاقل هن بيستعملون قلب الكريبتوغرافي بالتشفير هاي الشغلات. على كل دائما البرايم نمبرز بيلعبوا كتير دور في عمليات التشفير، عرفت شو؟ طيب هلا تشوف السؤال الاول. هلا اول سؤال بقول لك بده تحسب او تشوف اذا يعني صف الارقام يعني الباينري نمبر اللي داخل، اوكي، تشوف هو انه هو ايفن باريتي، اوكي. اوكي هلا فبقول لك عندنا بيكون بنقول نحن تعريف كلمة بايت انه هو صف من 8 خانات ثنائية، يعني ثنائية يعني واحد يعني بتات، اوكي، باينري ديجيت، فبيكون كل 8 بتات، يعني كل صف هيك 8 بتات، اوكي، بيطلع شو يعني، رجع فوق هون كل 8 هون، هيدا هيك على قد هاي 8، اوكي، 8 خانات بيكون 1 و0 فقط، فكل 8 بنبقى نحسبهم بايت. هذا الفراغ اللي احنا حاطينه بس كرمال انه نفهمكم كل 8 بس، مش اكثر، بس ما تحسبوش هو لازم نحطه كما يلي هيك بدون فراغات، تمام؟ بس احنا بس عشان سهولة الفهم كده نعرف نقطعهم كل هذا كل 8، اوكي. وهلا كمان اكثر من هيك، اذا عديت بكل بايت، لازم بكل بايت، اوكي، يكون عدد ال البتات اللي هن جايين واحد بكل بايت مزوج بنحسب، تعطيني شو اسمه، انه ايفن باريتي، انه زوجية، اوكي، تيجي شكلها مزوج يعني، تستعد بس الوحدات من سادس صفار، في اود باريتي وفي باريتي. ايفن باريتي لما يكون عندك عدد الوحدات بالبايت بتكون شو، بيكون مزوج، اوكي. اود باريتي لما يكون عدد الوحدات بقلب البايت يكون مفرد، اوكي. طيب هلا كمان بنفس الوقت بدنا نشوف كيف بدنا نقطعها كل 8 للجملة اللي داخلة، وكمان بدنا نشوف كل بايت بيمرق عندي، كل 8 يعني، بدنا نشوف الباريتي تبعيته، اوكي، ايفن ولا اود باريتي، تمام. والفانكشن هذا تشيك باريتي راح يرجع لي اذا هو ايفن باريتي ولا اود باريتي، فولس ولا ترو، اوكي، انه اذا هو ايفن باريتي بيعطيني ترو، اذا هو اود باريتي بيعطيني فولس، تمام. طيب فاذا هلا كيف بنقطع كل 8 او كل رقم معين من جمله عند صف احرف، بدك اخذ منها اقطعها لكلمات، كل كلمة فيها 8 أحرف مثلا أو 10 أحرف أو قد ما بدي، أوكي. فهو هون شو عامل هذا الفانكشن، دورنا عليه على النت، هذا جبناه، مش لأني بعرف شو عامله، بس أنا قلت خليني يعني
اختصر شوي. اوكي الفانكشن سهل ومش صعب يعني. اوكي اول شيء اذا كان هلا هو كيف بيشتغل، نشتغل على هاي بعدين نشتغل على البيس كيس. هاي احسن تشتغلها هيك، تشتغل على هاي بعدين تشتغل على البيس كيس. اوكي هون بتستخدم الفانكشن تيك على قد الطلب تبعك، على كل 8 كل 10 كل 20 كل هذا، فهذا اللن بحط العدد الكميه يعني اللي بدك تسحبها من الجمله. اوكي وتقطع عليها. اوكي فبتاخذ كل لن من كل طول معين من الليسته، لسته اكسات من الجمله اكسات. اوكي بتاخذهم وتطلع منهم اول كلمه، وبعدين بعدين بتروح شو مستخدم الدروب لن اكسس. يعني انت عندك الليسته مثلا اخذنا فرضا كل 4 مثلا، وخلينا نحكي على كل 8. اوكي هلا انت شو عملت؟ هاي سحبت اول 8 بتيك لان اكسس. اوكي هلا هدول نشطبهم. تمام كيف نشطبهم؟ من بدروب لان اكسس، يعني بتشيل ال 8 اللي سحبته. تمام بفضل عندك هدول، بترد بتبعتهم مره ثانيه على الام سبلت. اوكي لان هلا طالما انه الليسته بعدها كلها على بعض اللي عم تدخل اطول من من يعني من الثمانيه اللي انت مدخلها او العشره اللي انت طالبهم. اوكي فبضلك تفوت في الصف الاذر وايز، هذا السطر الاذر وايز. تمام لكن بس يصير انه اللينث اللي متبقي، لان كل مره عم بتشيل عم بتشيل عم بتشيل عم بتشيل بتفوت بجديد، بتفوت باللي باقي، بتفوت باللي باقي. فبس اللي باقي طالما هو اكبر شو اسمه، طالما هو اكبر من العشرة او الثمانية اللي انت عم تطلبهم اللي عم تقطع عليه هون، بتضلك تشيل منها. بس اذا بقي اوكي اللي بقي اوكي بصير هو اللي بيبقى. وكيف بتعرفوا انه بقي؟ لانه صار الطول نفسه المطلوب على التقطيع كل ثمانية كل هذا صار يعني يا بيساوي الطول اللي باقي يا بيكون طول الباقي اقل من الطلب. اوكي طيب ماشي ف اوكي هلا هاي هي اللعبه اللي عم تلعب هون. ماشي هلا بالفانكشن امبيرتي شو عم بيصير؟ عم نعمل فانكشن انه شغلته يعني يشوف لي الباريتي. كيف نعملها؟ هلا الفانكشن تبعنا هو اصلا شو هو عباره عن شو؟ طب فرضا احنا اخذنا هيدي الليسته هون. اوكي بس اشوف اذا مش الحال هي شغال البروجرام. اوكي كومبايليشن صحيحه. طيب هلا شو عندنا مثلا هون؟ خلينا نقول مثلا ام سبلت 8. اوكي نفتح هيك حط الأرقام، حط هيدي ونزيحها هيك عشان نفهم انه كيف راح اقطع الاني. هلا هاي النتيجة تبعت الام سبلت. تمام خلينا نسميها سبلتد بتساوي. اوكي انحفظت. هلا شو بنجي نعمل نحن عنا هون؟ اوكي بدنا بالاول اوكي نجيب الماب. تمام طلع كيف بدون اللينكث بالاول لا سبلتد. بدون اللينكث اوكي شايفين كيف هيك صفى منه الوحدات. هلا اذا انا حطيت عليها اللينكث هيك للفلتر مع اللينكث عملت لها شو اسمه هاير اوردر فانكشن هون شو عم بيصير؟ خلني بس قبل نكمل بصير هي شو هاي يعني هلا صفيناها وحط لك وحدات. هلا لما تعمل انت لينكث هيك تمام 4. لو قلنا مثلا شو اسمه ايه لو قلنا فلتر لحالها فلتر مطرح ما بيكون بيساوي 1 هن كلهم بيساوي 1 عم شوف بس الفكره عشان تفهموها مع بعض. لا هون بصير فوق الحرف عادي.
تمام، لان الحرف هاي بس حطها هي شوي حتعذب واحد يدري له شيء. ف هي شغله من الشغلات اللي انا ما انتبهت لها انا بشتغل عليها. اوكي، انا ضيعت وقتي بس عشان الكوتيشن. تمام، انا بالنسبه لراسي عم حط واحد انه رام عادي، عرفت كيف؟ فهي مش شغله من الشغلات اللي ضيعت وقتي. هلا هو بيطلع انه انت عم تصفي هاك كل شيء منها وحدات، يعني مثلا حطينا صفر احنا عم نصفي بيطلع الوحدات. اوكي، هلا شو بدنا نعمل نحن؟ هيدي النتيجه بدي ابعتها على اللينكث. تمام، هلا هيك بيطلع لي خطا، هيك بتمشي الحال. اوكي، ليش؟ لانه انت بدك اللي قبل الدولار كله يحاسب فانكشن واحد عم بياخذ القيمه هذيك. تمام، فهيك بتعمل هاي الاوردر فانكشنز. اوكي، بتركبهم على بعض. تمام، وبتحط دولار كذا، احفظوه هيك اسهل، بتاخذ اخر بياخذ قيمه واحده بالاخر. شفوتهم واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه. اوكي، هلا شو بنزل نحن بدنا نعمل؟ فينا نقول له ايفن ولا اود. تمام، بصير هيك نبعتها. اذا بدنا نقول له ايفن ولا اود النتيجه حط له هيك. تمام، هلا هلا احنا شو عملنا؟ طريقه رحنا بدل ما نعملهم انه نلاحظ انه كل وحده منهم حنبعتهم على الماب، يعني فهمتوا كيف؟ فمشان هيك بعمل لها هاي بالاخر ماب. الفانكشن تبعي حيكون كله هذا. تمام، وعندي بس هي عنصر واحد هون مثلا تطلع هيك. شو اذا كانوا نكتار مثل ما طلع قبل فوق شوي شوي عم ناخذ لكم اياها عشان تفهموا. الشرح حيطول شباب، فبدي منكم تنتبهوا منيح. بيطلعوا هيك. هلا اذا 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 بدي اعرف هلا شو المشكله، انه او مش المشكله، انه الطريقه السريعه انه اعرفهم ايفن ولا اود، مش كل وحده اشوف اذا ايفن ولا اود. لا دغري بجمعهم كلهم بقسمهم على اثنين خلاص. هو اذا طلع واحد منهم مفرد بيطلع الجمع مفرد، عرفت شو؟ يعني الفرق المفرد على المزوج هو واحد بس، الرقم واحد. تمام، فانت بتقول له صم دوت خلص بيطلع 12، بتقول له تبعت على الايفن بيطلع ترو خلص من اول مره بدون ما افوت باللوجيك. لوجيك يعني لوجيك اند واعمل لها اند وهذا. اوكي، او اقول اني وحده منها فولس، عرفت شو؟ استعمل فانكشن اني، فيني كان استعمل فانكشن اني لشو؟ بس اجمعهم طلع اذا ايفن ولا اود خلصها، اسرع هيك بكثير. تمام، ترو فولس ما بعرف شو. ف حط على اليو دغري، عرفت شو؟ اوكي، فهي هاي الفكره اللي احنا عملناها. هذا هو الباريتي بيطلع معي بهالطريقه. اوكي، فهذا هو الفانكشن تبعي شوي شوي. هلا احنا شو عملنا؟ قلنا عشان تطلع السبلتنج على جنب، فنحسبها على جنب وبنحط لها متغير لحال. تمام، اسمه سبلتد. شو انه الليستة بتكون او ليستة الوحدات والصفار بتكون شو؟ فصفصة كل 8، كده مقطعة كل 8. تمام، وهيدي هون عشان نشوف اذا كان يعني دخلنا، اذا طلع اول شيء وبعدين لازم بالاول تحط هاي قبل ما تدخله بهاي. اوكي، لانه هيك اسرع بكتير. تمام، تحسب المود. تمام، تحطوش الباريتي قبل المود. اوكي، خليه يحسب طول الليست اطول اكثر من انه اذا هي بتقسم على 8 ولا لا، طول الجمله من الوحدات والصفار اذا هي بتقسم على 8 ولا لا. اوكي، من الاول. تمام، عشان اذا كانوا عملت مع بعض. اوكي، هلا انا كان فيني اعملها مش هيك. بتعرفوا شو؟ كان في طريقه اجمل بكتير. تمام، كان فيني اقول له هيك، عم فكر بطريقه. خلينا نعمل هلا اجت ببالي، مش عم بتشاطر يعني، بس هي اجت. كان فينا نعمل احنا هيك بس ببساطه، ترو فولس تطلع شو ما تطلع بدون اذروايز. تمام، وبس نشوفها. شو خلاص يعني هي هاي ترو ولا فولس، هي النتيجه بتكون الفانكشن هذا بتاع اشتغال هذا الفانكشن. اوكي، هو بيحسبها يعني عمليه الان بتطلع خلاص. اوكي، ده شو انا احط مره ثانيه بساوي ترو ولا بساوي فولس ولا اذروايز. اوكي، هاي ما ضروريه. اوكي، كيف هيك اسهل بكثير.
لا هي لا بالعكس، بس هي مرات الواحد هيك بفكر بينه وبين حاله. ها هلا بعدين بحاسبك شوي شوي، بتصير انت مش قصدي بتصير احسن، بتصير تقلل من النص بعد المراجعة، بتصير تقلل وتقلل وتقلل وتقلل، بتصير الكود تبعك اكثر افشنت. عشان هيك هاسكل شوي بدها وقت هاي الشغلات. طيب هلا هلا المسألة اللي بعدها، اوكي يعني اعطانا هو مثلا هون تشيك باريتي، مثلا جرب عليها هون اوكي تشيك باريتي لهاي مثلا تطلع ترو، هاي لازم تطلع معها ترو. اوكي خلينا نمحل النص، تمام طالع ترو، والتاني هي لازم تطلع فولس، مع انه الطول تبعها يعني اوكي فولس، اوكي مع انه هو شو 8 بت يعني 8 بت، لا هاي مش 8 بت، بس اذا فرضا 8 بت ايه ما اصلا اذا حطينا هون صفر اوكي ايه عدد البتات مبلا، عدد البتات هون واحد، بس اذا مثلا حطيتها هيك شوف عدد الوحدات بيطلع فولس، مع انه هو 8 بت، عرفت شو القصد؟ يعني مرة اذا طول اللستة، واذا كان كمان يعني تشوف الجهتين، عرفت شو طول اللستة والباقي والباريتيز. اوكي طيب المسألة اللي بعدها، المسألة اللي بعدها بقول لك يعني افترض هاي طريقة بالتشفير، بس هي شو الطريقة بالتشفير؟ عامل قاموس بالأحرف، يعني مثلا إذا شفت A حطه L، إذا شفت B حطه Y، إذا شفت C حطه K، زي ما واصل بهيدي الليستة. أوكي؟ فهي هاي صايرة زي قاموس بالأحرف، أوكي؟ إنه ما بيك أجيب الأحرف، لازم كل الأحرف الأبجدية كلها تكون نازلة، وعم بترجمها كلها لأحرف تانية، أوكي؟ فالمفتاح التشفير تبعك لازم يكون على قد طول عدد الأحرف الأبجدية 26، هاي أول شرط يعني، أوكي؟ طيب، بس ما بعرف إذا أنا أخذته بعين الاعتبار، بس ولو هو لازم يعني إذا كان الواحد ينفذه تجاريا مزبوط، أوكي لازم ياخذ بعين الاعتبار هذا الشيء. أوكي. خلينا نشوف هلا اللي بعدها. هون عندنا بالنسبة للترجمة، هون ترجمة الأحرف لأحرف تانية. أوكي طيب هلا هون إحنا الترجمة بتتم كما يلي، بجيب المفتاح يعني جملة المفتاح هيدي مثلا حكينا عنها اللي عندنا مثلا، خلينا نحطها بجنا مثلا، وعم بطلب منك هيدي تمام. ف تمام هذا المفتاح. طبعا اكيد عم نحطها بكومنت عشان ما بدنا اياها. اوكي هلا هاي الجمله تبعتنا. هلا هون شو بدنا نصير؟ نفتح نجيب الكي ونعمل مابينج بحيث يطلع لي اعداد زوجيه، اوكي يعني مثلا الاي مربوطه مع ال البي مربوطه مع الواي، طلع تابع معي الاحرف كيف انا جايين عم بقراهم انا، اوكي سي مع كي، دي مع بي، الاي مع الدي، اوكي الاو مع هون مع الاف، وهلو مجرى. اوكي هلا مشان هيك بيطلع لك اعداد زوجيه بهالطريقه، يعني بس جبنا هذا خلينا نعملها هيك مثلا زب، هي اول شغله قلت لك بيطلع بهالطريقه تمام. النتيجه اوكي بستعملها هاي حتى ليه ادور مثلا شو ترجمه الحرف اي بالنسبه للمفتاح اللي استعملناه. اوكي فهيك وين شو بعمل انا؟ بدور وين اول مرة بيطلع معي انه
يعني إيه، مش حطلع أعداد زوجية، حيطلع معي أعداد زوجية كمان. فبدور وين في إنه الحرف اللي عم ترجمه اوكي دائما بالأفستيف تبع العدد الزوجي. اوكي بس ننزل تحت شوي، يعني أفستيف تبع هاي بطلع ال A. اوكي فهو بدنا ندور وين الاف اس تي تبعي هو بيكون اللي فيه العنصر اللي انا عم دور على ترجمته. اوكي الحرف اللي عم دور على ترجمته. ف هذا الفانكشن بفلتر على هالاساس، بطلع وين ال وين ال من كل لسه الترجمه. اوكي يبحث لي شو ترجمه الحرف هذا عبر تصفايته وتطبيقه هو لحاله. اوكي هلا بعدين شو باجي بعمل هو على اساس الفلتر حطلع لي الليسته. اوكي ف لانه لسته ببعت على الهيد اللي هي بسحب منه اول عنصر لانه بده يطلع واحد ما غيره بهذا اللسته، وهاللسته فيها عدد زوجي، ف الترجمه بتيجي بالطرف ال يعني الاسنديه مثلا، مثلا الاسنديه مشان هيك بس طلعها. هلا انا عم فكر فيها، بطلع عم فكر بطريقه ثانيه. انه افكر كنت اساس انه لسته هون اخلص منه افلتر دغري يطلع رقم، بس الفلتر مشكلة تطلع لك لسته طول الوقت غصب عنك يعني فيه. اوكي فلازم الهد والاسندي، يعني لازم تدخل الهد بالطريقه هاي. هلا هلا اذا بدنا خلينا نشوف اذا بتزبط معي هاي اوردر فانكشنز، عرفتوا كيف؟ بصير بدي اشوف اعمل هيك وهيدي الزب. اوكي بتصير هيك وبتصير الفلتر هيك اشوف. اوكي هيدي كلها فانكشن بحالها ولا لا؟ كيف عملناها مع الماب؟ ايه نفس الشيء على الماب، مع الماب بطلع القوس تمام والزب والهد. شوف الاس ام دي تبعنا بس نتأكد إذا بزبط معي. هون بحط الدولار. لنشوف. مزبوط. اوكي. هاي قلبناها ل higher order function بهالطريقة. حلو؟ بدون دولارات. هلا الدولار انه بصير انه كل فانكشن بياخذ الادخال بتاعه يعني بدون ما تحط اقواس يعني ماشي. فهيدي هي واخر واحد هون بالهذا بتحط له دولار اساس انه هو بياخذ النتيجه، يعني صار من حد الاسن دي لحد الزب مع الادخال تبع الزب من اي تو زد هذا كله فانكشن واحد. اوكي طيب هلا بالسبستيوشن طبعا حيعمل مابينج. اوكي احنا هون لازم نحول الادخال الاس تي ار نعمل له ماب تو ابر. اوكي ماشي فهذا كان لازم ماشي. اوكي هلا خلني اشوف اذا بتزبط معانا كمان، لانه بدي انا الجمله كلها لازم احولها لابر. اوكي ففينا نعمل كمان واحدة تانية. يلا تسلى عليهم هاي النقطة وتقول له دولار استيار. ماب على شو اسمه على ابر على اوكي هلا تو ابر هاي ما فيك تجيبها الا اذا عملت امبورت داتا دوت ليست، هذا اجباري يعني ما في. هذا الفانكشن تو ابر اللي بكبر الاحرف، اذا فيها احرف صغيره بكبرها وبطلع لك التشفيره تبعها. اوكي لانه هون احنا عاملين البدل اساس انه احرف كبيره كلها تمام.
طيب هلا، فإذا هيك بتنعمل، بيجي بكبر أحرف الجملة، وبعدين كيف بدي أقول، في كمان عندي حالة أنا ما مدخليتها، اللي هي إذا كان الحرف جاي فراغ، ما له أي بدل يعني. تمام، هلا او الاحرف البقيه، بس هو اساسا لازم يكون كل الاحرف، هو عم بيحسب انه الكلمه اللي عم بدخلها كلها يعطي ما فيها فراغات. تمام، على كل فينا اذا بدنا حتى لو فيها فراغات نحول الاس تي ار ل ووردز، يعني عرفت شو قصدي؟ ماشي، ففيني اعمل مثلا هيك كمان اذا بدي ازيد عليها، بصير ابعتها ل upper words. اوكي، تاخذ الاحرف. اوكي، لا خلص هيك، هاي خلص، بس ليش ازود كثير بالشغل؟ مش لانه صعب، انا بديش افكر كثير، خلص بس بكفي راسي مع الشبيه انا. اوكي، طيب هلا هون الاس برايم، هون عم هون بقول لك انه دائما في شبجيف ثيوريم بتحكي بالاعداد الاوليه الاس برايم، هذا الفانكشن بطلع لك الاس برايم. اوكي، انه بشوف الفانك اذا الرقم اللي عم بدخله هو رقم اولي، عدد اولي، انه شو هون بدنا نعمل؟ هون اللي عم بحاول يعمله انه اذا العدد بده يكون عدد اولي، لازم العناصر اللي تطلع انا، او الارقام اللي او مجموعة الارقام اللي بتطلع فيها، انه يعني الرقم بده يطلع اصلا بيقسم يا على واحد يا على حاله. اوكي، فبتطلع فيك تعمل منها مجموعة هو الرقم وحاله، فبتطلع هي اللستة واحد والرقم. اوكي، فهو بالفانكشن هون فاكتورز زاد عم بطلع من الواحد حتى الرقم زاد اللي هو الادخال ان، بسموه الادخال ان، عم بيطلع منه شو يعني كل العوامل اللي هي يعني الفاكتورز تبعون الارقام اللي بتشكل هذا الرقم، اوكي، عبر عمليه الضرب. اوكي، ف يعني بنشوف شو هن الارقام بين الواحد والزد، اللي او شو الارقام بين ايه بين الواحد والزد اللي بيقسم عليها، يعني الزد بيقسم عليها، اوكي، اللي زد بيقسم عليها. اوكي، الرقم ان يعني هو نفس الشيء زد. اوكي، يعني فهلا بقول لك الثيرم بتقول انه دائما في عدد اولي، اوكي، بين الاكس ومرتين الاكس، اللي انت عارف اذا نقيت رقم اوكي منه لحد مرتينه، اوكي، بطلع دائما في رقم شو اسمه عدد اولي. اوكي، هو عم بياخذ اكبر عدد اولي، دائما في عدد اولي، يعني بس هو حابب ياخذ اكبر عدد اولي، فبهالطريقه عم يشتغلها. اوكي، بنفلتر از برايم ونطلع الماكسيمم فيهم باللسته. اوكي، نطلع في لسته البرايمز بين الواحد بين الاكس ومرتين الاكس. اوكي، وبعدين نصفي من هون اكبر واحد فيهم، هاي الماكسيمم. اوكي، هذا جاي مع الستاك، فنتركه مش مشكله هلا، نسوق هذا مش ضروري. اوكي، يعني عم بستعمل ستاك على هاسكل، فبسرعه عم بستعمل جي اس اي لجرب عليه، فعفرجكم اياه. طيب طيب هلا هون عندنا انه عامل داتا تايب اسمه دايركشن، اوكي، بياخذ القيم التالية: موف ليفت، موف رايت، موف اب، موف داون. اوكي، وبتعرفوا اذا يعني انه قديش بدك تعمل ازاحة، طلوع نزول يمين شمال، هي هيك الفكرة. ف
عامل لستة كوماند، زي الكوماند بيكون مثلا الاتجاه وقديش انت بتزيد او بتنقص، شو بالاتجاه هذا اوكي اللي اخترته. فطبعا انه موف ليفت بنقص على اليسار، اذا رحت على اليسار بنقص على انت ورايح على اليسار من الاكس، من جهة الاحداثيات السينية الاكس، احداثيات الصاد الواي اوكي. على الطالع بزيد، هو طالع طلوع الواحد الرسم طالع طلوع بزيد، اذا نازل نزول بنقص اوكي، اذا رايح على اليسار بتنقص، اذا رايح على اليمين بتزيد اوكي. المهم فهو بتعطي انت لستة اوامر بيكون فيها الاتجاه والرقم اللي بدك تتصرف على اساسه، كمية الاتجاه نفسه تمام. وعندك الرقم يعني نقطة بتبلش منها وتشوف كيف بتحولها بعد ما تعمل كل الاتجاهات، يعني انت عم تعمل وين راح تصير بعد ما تكون حركت السيارة هيك من الآخر، كيف كأنك وين نمشي بعد ما انت مشيت، يعني وين النقطة اللي حتوصلها بعد ما تعمل كل الحركات تمام. ف فكيف تتنفذ هاي؟ اوكي، اول شيء في عندنا اذا اللسته فاضيه على اللوكيشن اللي انت دخلته، على الموقع اللي انت دخلته اكيد حتضلك محلك، يعني هاي حتما. يعني هلا اذا عندك لسته من الاوامر الكوماند هون اوكي، وعندك النقطه اللي انت تبلش منها، الموقع اللي انت تبلش منه، شو بدك تعمل؟ بتنفذ نفس العمليه مره ثانيه على بقيه الاوامر اوكي، بس بدك تحل الامر بناء على الحاله الحاليه اوكي. الحاله الحاليه هي بتاخذ اول واحد في لسته الاوامر والموقع اللي انت بلش منه اوكي. فكيف بتصير حسب الدايركشن وقديش الازاحه بدك تعملها تمام. هلا الدايركشن بيجي طبعا العنصر الاول هون الاف اس تي تبعك هون، وهيدي قديش كميه الازاحه بتجي بالاس ان دي هون، عشان هيك عندنا الاف اس تي والاس ان دي. والكوردينيت هون الكوردينيت 1 هي اللوكيشن نفسها، ف الاف اس تي للكوردينيت والاس ان دي تبع الكوردينيت الواي الاكس واي اوكي. وبعدين هون الموف باي قديش بدك انت تعمل ازاحه، فبتيجي من الاس ان دي هون اللي هي مطرح الانت، هيدا هون الرقم الصحيح. فبشوف اذا الدايركشن كان موف ليفت بيعمل اكس واحد ناقص موف واي، يعني واضحين موف رايت موف، هذا حسب شو الاتجاه. لازم ارجع العدد الزوجي اللي هو بيمثل النقطة. هلا هتطلع لي نقطة جديدة هون يعني اوكي، ومعها باقي الاوامر، فهيك بسحبهم وبنفذ على كل نقطة جديدة بتطلع لي اوكي، لحد ما تفضل الاوامر ما عادش يكون عندي ولا امر اوكي. اخر وحدة بوصل لها هي النتيجة، عشان هيك هو بدل النتيجة تطلع عدد زوجي اللي هو مثل آخر نقطة وصلت لها اوكي. والحلو هون طلع شو عملت أنا، أنا دخلت هون وير مرة وعرفت فانكشن داخلي، ولهذا الفانكشن داخلي له وير خاص فيه، كمان له تعريفات خاصة، هيدي شغلة كتير مهضومة تمام. تتفز لك شوي في هذا بعد ما تحطهم براني هون، فبصيروا تابعين للفانكشن تبع الاكزكيوت كوماندز اوكي. وفي شغله حتطلع معاكم، ايش لو كان انت عم بتدخل هون انه اندرسكورات، يعني هيدي كمان شغله، يعني اذا دخل معك بالنتيجه بس على جنب هاي، اذا عملت له انت مثلا ران كوماند اوكي، ران كوماند اللي عملته اوكي، كنت عملته مثلا بتدخل مطرح الكورد اوكي، انه مثلا هون عندك هيك الكوماند كمان عدد زوجي واللوكيشن او الكوردينيت هي لوكيشن، شو اسمه، شوف اذا دخلت هاي هيدي مرتين يعني تمام. اذا عملت هيك يعني شيل هذول اوكي. طب هاي شو بتعمل؟ انه انت مش فرقانه معك شو هذا ومش فرقانه معك شيء، فشو عملت لها انا؟ لانه هذه جارد، فقلنا له اخر شيء انتبهت بالاخر انه بحط الاذروايز، اذروايز شو؟ خلص رجع نفس الرقم، تتشاطرش يعني اتركه اوكي. مع انه انت عارف لانك عم تفوت في هاي الاوامر كلها، موف اب موف رايت الموفات كلها، انه محلك يعني برحلك، خلي رجع النقطه مش ما كان هذا حيكون محلك، يعني شو بدك تقول تمام. طيب هلا هاي هون الاي تي ام تشينج
اوكي ال ATM change. طبعا احنا رابط الأسئلة حنزله تحت تحت في التعليقات تبع او في الوصف تبع الفيديو. اوكي هلا هون شو عم نعمل نحن؟ ال ATM change بتعطيه رقم، اوكي، كمية مصاري، وقول له قسم لي اياها حسب انت، مثلا ولا الدولار دولارات، مثلا في عندك فئة ال100، فئة ال20، فئة ال50، فئة ال10، الخمسة، الدولار، عرفت كيف؟ فانت بدك تقطع له اياهم حسب الفئات المحطوطة عندك في بلدك، تمام؟ طبعا بدون قروش، ومش ضروري تحط له قروش، عرفت شو؟ بدون قروش، كلها اعداد صحيحة يعني عم بحكي فيها، بس بحكي بالورقات الكبيرة، تمام؟ هلا عملتها بطريقتين، اوكي. اول طريقة يعني هو بس قصة عم شوف هلا، بعد ما قست السرعة بيناتهم، بس بظن انه في وحدة اسرع من الثانية، اوكي، في وحدة اسرع من الثانية. هلا كمان بدك تبلش دائما من اكبر وحدة، عرفتوا كيف؟ من اكبر، يعني بتبلش بالمية، مش بتبلش بالخمسة، اوكي، بتبلش تشيل الكبار بالاول، ولا تحط توصل للصغار، يعني تشوف قديش، كم مية بيطلع لك، كم 50، كم 20، كم 10، كم هذا، فهي هيك، تمام. طيب هلا فاذا اذا كيف بنعملها هاي بالاول؟ اوكي، اول شيء لما يكون عندك شو ما كان لسته فاضيه من التقسيمات، اكيد هاي ما بدك تحط الاستفاضة، ما ترزعلوش اشي يعني، اكيد ما ترزع شيء، ما تشتغل ولا شيء. طيب هلا مهما كان الرقم اللي انت مدخله هون، اوكي، هلا فاذا اذا كان في عندي كمية مصاري، وهون في عندنا لستة هذا، لستة التقسيمات، يعني اعطانا مثلا زي هون بصير الادخال، خلينا نشوف اياها، اوكي، شايفين كيف؟ مثلا هذا الرقم وهاي تقسيماته، اوكي. حتى انا حتى لو كانوا التقسيمات عندك يا يعني مخربطين، اوكي، حاخذ دائما اكبر واحد منهم وصفيه واكمل بالبقيه، هيك راح اعمل، ف عشان ما يتكرر مره ثانيه، عرفت كيف؟ يعني حتى لو كررتهم بدك تدور على اكبر واحد، لو كررت 500 مرتين مثلا، ادور اكبر واحد فيهم هذول واكمل باللي بعده واخذ اكبر واحد فيهم، اوكي، صفي يعني، هذا ما عاد بدي اياه، خلص طيرته، ما بتكرر في اللسته. طيب فاذا شو عم نصير نعمل هون؟ اول شيء كيف طريقه الحساب؟ نطلع الماكسيموم دينومينيشن، اوكي، يعني قديش من فئه ال100، فئه الخمسه، وهذه قديش بيطلع لي، اوكي، منها كم، هيدي قديش بيطلع لي الديستريبيوشن، توزيع انه كم خمسه منها، كم 10، كم ميات، كم هذا. وهي الماكسيموم دينومينيشن اللي هي فيها هلا حاليا انا باي وحده من التقسيمات، هل انا بال 500، بال 100، بال 10، بال 20، عرفت شو قصدي؟ عم بحكي عن فئات الدولار. انا فيش فئات 500 حسب علمي، بس بطلع مره شفت ورقه مليون بيطلعوها، ولا ما بعرف كيف هاي. على كل انسى. طيب فاذا الماكسيمم دينومينيشن بتطلع من الليسته اللي دخلت، اوكي، هدول قيم داخلية محلية للفونكشن بسبب الوير اللي هون، فبطلع الماكسيمم تبعك، اوكي. احنا على فكرة انه كيف تعمل هيد وتيل، هي مش هيد وتيل، ما فيكاش تعمل هيد وتيل بهالحالة، اوكي، وبدك تخلص من التكرار، فاحنا شو بنعمل؟ بنطلع اعلى واحد فيهم، اوكي، هو اللي راح نجيبه كرقم، نجيب الكمية ونقسم عليه ونطلع الناتج، وفي عندي بطلع الريميندر. اظن في فانكشن اسمه ريميندر بغير غير المودلس، الريميندر بيعطيك الباقي، تمام. بس احنا عملنا هذا، طلعنا الاماونت الباقيه، وهذا طلعنا يعني هلا انت مثلا كميه عندك، بتعمل حساب اسمه عدد صحيح ومش اسمه الفواصل، اوكي، فبيطلع معك الباقي. الباقي مره ثانيه بتبعته مع الليسته الجديده هون، اوكي، والنتيجة تبعية يعني أول تقسيمة بتحطها براس اللستة وبتكمل في الباقي، أوكي، وبتكرر العملية طول الوقت.
تمام. هون شو عم نستعمل احنا؟ الفلترة. اوكي، ونطلع دائما الماكسيموم. هلا في طريقة ثانية، انه دخلت انت لسته بس بدك بنفس الوقت هيدي اللسته تصفي منها المكرر من الاول، اوكي، وتحولها لما تعريف المجموعه بالرياضيات، تعريف المجموعه بالرياضيات الست، اوكي، مش الجروب، الست، اوكي، اللي هي بتقول ان الاعداد بقلب المجموعه او العناصر بقلب المجموعه ممنوع يتكرروا. فهمت كيف؟ فالست هيك بتعرف، فانت بتاخذ لسته مهما تكررها بتحطها بقلب ست، بتطلع لك لسته مصفاي كلها من الاول، اوكي. وكمان في فيك ترجعها انه تنازليه ولا تصاعديه، اوكي. فهاي كيف بتتم؟ بنحط هون هاي، اوكي، import qualified data set data dot set as m set. انا سميت هيدي بدل ما اضل اكتبها هيك data dot set، بستخدمها as m set لانه باللسته data dot list فيها يعني فيها اسماء functions موجودين نفسهم اللي في data dot set، اوكي. فحتى نصفيها للستة اللي داخله، اوكي، شو عملنا؟ عملنا انه اما ATM change with sort، فبنرتبهم العناصر، اوكي، وبنصفيها بنفس الوقت، اوكي، وبنحط اول شيء الكبير، فبصير باخذ الراس في الاول دائما، اوكي. فبالترتيب مره واحده هون، شايفين كيف؟ فبستعمل ATM one change، هذه اللي عملتها الثانيه، function مساعد ثاني، اوكي، بس من فوق. فهو بياخذهم انه الهيد، اوكي، اول واحد اللي هو الدينومينيشن تبعتك، مثلا كل 100، كل 10، كل 20، قديش كم يعني اللي هي كم 10 عندك، كم 20 عندك، كم 100 عندك. فهي الاتش اتش ديستريبيوشن، اوكي. وبعدين عندك الاي تي ام تشينج، بتاخذ في الباقي، اوكي، طبعا، وبتشتغل بالتيل تي، اوكي، باقي اللستة، تمام. بس هون شو كيف صفيناها، اوكي، اخذنا ال denomination list وعملناها ATM1 change amount sorted على denomination list. السورتنج كيف عملنا؟ اخذنا اللستة اللي داخلة فيها، مثلا كيف يعني، اقول لك كيف بعد عم نراجع انه هي مثل هيدي اللستة اللي دخلت، اوكي، لستة التقسيمات تبعت المصاري، اوكي. فدخلناها بعتناها على الامس دوت فروم ليست، انه هيدي لازم تحولها لليست للمجموعه، اوكي لا تطلع لك ست، والست ترد تحولها مره ثانيه ل ليست، اوكي، لان الست حتصفي كل التكرار، وترد تحولها لليست، بس بتكون شو ديسندنج ليست، يعني من 500 100 10 20 10 تنازليا يعني، تمام. فبتطلع على السورتد ليست، وانت هيك دغري بتنفذ هذا الفانكشن على اللي فوق. حلو، هيك الموضوع. هلا فانكشن اللي ما عرفت احله هو ال بسموه ال سترونج برايم، اوكي، هذا راح اترك لكم اياه تحاولوا تفكروا فيه، تمام. وينو؟ هي سترونج برايمز، اوكي، هن اصلا بيطلعوا هلا، هو ماخذها من الويكيبيديا، فانه بدك اياها تحلها يعني، تمام. انا دورت عليها، فاعطيه نفس الموجوده في الويكيبيديا ما بتاخذه، ومكتوب نفس الكلام. طيب، فبقول لك حلها، ماشي، انا ما راح اشرحها، بدكم تحلوها حلوه واشرحوها انت بس، اوكي. يا السلام عليكم، باي. عشان اشتراك بالقناه بس اعجاب على الفيديو هذا ليوصل لأكبر عدد من الناس، وشاركون شباب، احنا نجيب مواد نادرة، فأتمنى عليكم تستفيدوا من الحلقة هاي. يلا سلام، باي.